السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الفيديو النهاردة هو ده فيديو بسيط جدا، عبارة عن هل في ابليكيشن او في طريقة ازاي تخلي التليفون مساحته 1000 جيجا، يعني في مقام 1 تيرا. السؤال اجابته فعلا في ابليكيشن بيخلي الجهاز مساحته 1000 جيجا. طبعا حوار المساحه بتيجي تقف معانا، ساعات بنقف مثلا عايزين ننزلوا اغاني، ننزلوا فيديوهات، صور، بالذات الصور. النهارده بقى انا جايب لكم باذن الله طريقه هتعجبكم جدا جدا. الطريقه دي عباره عن ابلكيشن بتحملوه شبه نسخه من جوجل درايف، بس الابلكيشن هو بيسمح لكم ب 1000 جيجا بس بيشتغل بالنت برضه زي الناس اللي عارفه. الابلكيشن ده هو اللي موجود قدامكم دلوقتي على الشاشه، اسمه فايكر. الابلكيشن ده طبعا بيجي انت بتشتغل عليه عادي، بتعمل عليه حساب الياهو، بعد ما تعمل حساب الياهو زي جوجل درايف برضه بتعمل حساب عليه، يصبح بقى عندك حساب على البرنامج ده بيسمح لك ب 1000 جيجا فري، يعني في مقام 1 تيرا، يعني من مساحه النوت 9 عشان تبقى الناس كلها اللي عارفه. الابلكيشن ده بيسمح لك انك تحط اغاني، تحط صور، تحط شويه مثلا فيديوهات. الابلكيشن ما افتكرش، ما جربتش بصراحه، بس هو فطبعا انتوا الابلكيشن هيعجبكم جدا جدا جدا. والابلكيشن ده بيتحمل، طبعا هحط لكم اللينك بتاعه في الرابط تحت في الديسكريبشن. فا اولا اطلبوه تحت في البلاي ستور، هو موجود عادي بتحملوه جدا وبتشتغلوا عليه. الميزه اللي في البرنامج ده انه لو مثلا انت الحاجات اللي حطيتها عليه، بما انه بيشتغل من عن طريق طبعا اونلاين، لو مثلا الابلكيشن راح منك وانك اتمسح، طبعا الحساب اللي انت بتكون عامله عليه بيخلي عندك الحاجات متخزنه، تحمل البرنامج تاني اشتغل وعادي جدا، كانك شغلته وكانك لسه عامله من الاول، بس الحاجات كلها موجوده. فطبعا يا ريت طبعا اولا اول حاجه لو الابلكيشن عجبك لا تنسى زر الضغط لايك، ولا تنسى السبسكرايب والشير. الشير يا جماعه عشان نتخطوا اعداد المشاهدات والمشتركين. لو انتوا شيرتوا الناس كلها هتعمل مشاهدات، الناس هتجيب مشاهدات، والناس هتعمل الاشتراكات، والموضوع هيكبر. وطبعا ما تنسوش اولا فولو على الانستجرام، فولو على الفيسبوك، وفولو على التيك توك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.